مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد عبر برنامجكم سبورت سكرين، واستعراضنا لآخر وأهم وأبرز الأخبار الرياضية المحلية لهذا اليوم. بكل تأكيد أسبوع كان حافلا بالكثير من الأحداث الرياضية، بداية بالنتيجة الإيجابية التي عاد بها الهلال من بحر دار أمام منافسه فاسيلكي نيما الإثيوبي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التعادل بهدفين لهدفين في انتظار الرد بكل تأكيد يوم الأحد المقبل في مباراة الإياب، وكذلك انتخابات اللجنة الأولمبية السودانية والتي تجري حاليا، أيضا الإعلان عن مجموعة النهضة والتي ستدخل إلى انتخابات اتحاد كرة القدم العام، وكذلك الحديث الكثير عن عدد من الأسماء وعدد من المرشحين للتنافس على رئاسة الاتحاد السوداني لكرة القدم، والكثير من الأخبار التي ستتابعونها بكل تأكيد من خلال حلقتنا اليوم، والكثير من المتابعات الحية بكل تأكيد مع ضيوفنا الأعزاء والأكارم، الكاتب الصحفي الكبير أستاذ خالد أبو شيبة والذي سيتحدث عن الراهن الهلالي، كذلك مولانا الفاتح بشير الوسيلة والذي سيتحدث طبعا عن فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم بجبلولية للشؤون القانونية، وكذلك أيضا الأستاذ محمد سليمان حلفة مقرر اللجنة القانونية بالاتحاد السوداني لكرة القدم وعضو مجلس الإدارة بكل تأكيد. لكن خلونا في البداية نبارك مرة ثانية الفريق والنوباوي العريق اليوم الاحتفال بمناسبة الصعود للدرجة الممتازة، بكل تأكيد تحية كبيرة لأسرة فريق نادي ود نوباوي على هذا الإنجاز الكبير، الاحتفال الذي سيكون فيه تكريم كبير لعدد من الشخصيات التي ساهمت بشكل كبير جدا في أن يتحقق هذا الإنجاز الكبير لواحد من أكبر الأندية في أم درمان والذي يحمل هذا الاسم الكبير وهذا الاسم العريق والرمزية الجميلة لود نوباوي ليس فقط في أم درمان وإنما في كل السودان. بكل تأكيد تحية كبيرة لأسرة النادي، الجهاز الفني، اللاعبين، مجلس الإدارة، الجمهور الأم درماني والذي وقف وقفة قوية خلف فريق نادي ود نوباوي. أيضا تحية كبيرة للأصدقاء في جروب الأحداث الرياضية بالأحمد ونبت على البطولة الجميلة المنظمة هذه الأيام في بحري، بطولة تضم عدد كبير جدا من الأندية المحترمة ومستويات فنية كبيرة جدا بحضور عدد من الكشيفين والمدربين بسبب المستويات الكبيرة والمواهب الكبيرة الموجودة في هذه البطولة بكل تأكيد والمتواصلة هذه الأيام. تحية طبعا كبيرة للصديق العزيز الإعلامي عمر عبد الحق وكذلك الصديق العزيز الكوتش محمد الفاتح طبيز على المجهودات الكبيرة لهذه البطولة الجميلة. أحداث رياضية كثيرة ومثيرة هتكون موجودة معنا في سبورت سكرين لهذا اليوم، ولكن دعونا نبدأ معكم بآخر وأهم الأخبار. عادت إلى البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم بعثة فريق كرة القدم الأول بالنادي قادمة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك بعدما أدى الأزرق مباراته في ذهاب الدور التمهيدي لدور أبطال إفريقيا أمام فاسيلكي نيما والتي انتهت على وقع التعادل بهدفين لكل فريق في بحر دار. ورفض المدير الفني للفريق الأول ريكاردو فورموسينيو منح لاعبيه قسطا من الراحة حيث أخضع البدلاء والذين لم يشاركوا لتدريبات استشفائية بصالة الجيمنازيوم الملحقة بالفندق قبل المغادرة. البعثة التي تحركت نهار أمس بالطيران صوب العاصمة أديس والتي قضت بها ليلة أمس لتصل إلى الخرطوم في الساعات الأولى من فجر اليوم. الهلال كان قد فرط في فوز كان في متناول يده عندما تقدم على مستوى النتيجة مرتين قبل أن يقبل التعادل أمام مضيفه والذي سيعود لاستقباله يوم الأحد المقبل في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا. خطب الهلال رسميا الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بمطالبة الحضور الجماهيري في مباراة الرد والتي يخوضها الفريق أمام فريق نادي فاسل يوم الأحد المقبل برسم إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وحدد الهلال في طلبه السماح بحضور 25,000 متفرج في مدرجات الجوهرة الزرقاء والتي تتسع ل 60,000 من المناصرين. وكتب هشام الصوبات رئيس لجنة
خدمة التطبيع بالنادي على صفحته بفيسبوك، إيمانا منا بالدور الكبير والبارز لجماهيرنا الوفية. خططنا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل السماح بتواجد 25,000 مناصر في مباراتنا المرتقبة أمام فاسل الإثيوبي في إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وأضاف الرئيس: لقد أرفقنا موافقة السلطات الصحية بالسودان مع الخطاب، ونأمل في موافقة الاتحاد القاري حيث نلتزم من جانبنا بكافة التدابير المطلوبة والبروتوكولات الصحية الخاصة بفيروس كورونا، فنحن أيضا حريصون أشد الحرص على سلامة جماهيرنا. في أخبار اللاعبين، أخضعت الوحدة الطبية بالنادي ثنائي فريق الكرة الأول محمد عبد الرحمن وأبو عاقلة عبد الله إلى فحوصات طبية بمستشفى كامبي بمدينة بحر دار الإثيوبية أمس الاثنين، وذلك للإطمان عليهما حيث تعرضا للإصابة في مباراة الفريق أمام فاسل الإثيوبي. واشتملت الفحوصات على رنين مغناطيسي وصور أشعة، وقد أكدت الفحوصات سلامة اللاعبين وأن الإصابتين عبارة عن كدمات، وسيخضع الثنائي إلى جلسات علاج بالخرطوم، حيث أكدت الوحدة الطبية عودتهما للفريق خلال الأيام المقبلة. في أخبار المنافسات المحلية، أعلن النادي الأهلي الخرطوم اعتذاره عن المواصلة المشاركة في كأس السودان والذي تأهل فيه الفريق إلى نصف النهائي لمواجهة الهلال، وأرسل خطابا بهذا الخصوص للاتحاد السوداني لكرة القدم، حيث ستعقد اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد اجتماعا طارئا للنظر في خطاب الاعتذار ومصير مباراة نصف النهائي الثانية. وكان الدكتور محمود السر المدير العام لنادي الهلال قد حضر الاجتماع التقليدي لمباراة نصف نهائي الكأس بينما غاب مندوب نادي الأهلي الخرطوم. حذر الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور حسن أبو جبل المريخ من مواجهة نفس مصير حي الوادي نيالة، حيث يستضيف المريخ نظيره يوم الجمعة المقبل في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا. وقال أبو جبل في تصريحات صحفية: مباراة المريخ والإكسبريس ستقام باستاد مدينة الأبيض وهو الملعب المحدد مسبقا. وأضاف: يجب على المريخ الترتيب والتنظيم الجيد والاهتمام باللقاء حتى يتفادى نفس السيناريو حي الوادي نيالة. وكان الاتحاد الإفريقي قد ألغى لقاء الذهاب بين حي الوادي مع الأهلي طرابلس بكأس الكونفدرالية بسبب أزمة توفير ملعب لمباراة الذهاب، وقرر اكتفاء بخوض مباراة الإياب الأسبوع المقبل في العاصمة الليبية طرابلس. تجري الآن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السودانية بحضور 41 عضوا من أصل 44 بقاعة السلام بالحديقة الدولية، ويشارك في الجمعية 22 اتحاد يحق لها المناقشة والتصويت، هي ألعاب القوى، كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة اليد، الهوكي، التنس الأرضي، كرة السلة، تنس الطاولة، الريشة الطائرة، الدراجات، الجمباز، الرماية، الملاكمة، التجديف والكانوي، السباحة الفروسية، رفع الأثقال، الجودو، التايكوندو، المصارعة، الزوارق، القوس والسهم، فيما تشارك اتحادات الكاراتيه والكونغ فو والشطرنج، ويحق لها المشاركة في المداولات ولا يحق لها التصويت. وقد ترشح لمنصب الرئيس كل من المهندس أحمد أبو القاسم والأستاذ عبد الرحمن السلاوي، أما في منصب النائب الأول خالد عبد الله محمد حمد وخالد محمد طلعت فريد، وفي منصب النائب الثاني نائب الرئيس الثاني فاز بالتزكية طارق عبد السلام، أما في منصب السكرتير العام فقد ترشح الأستاذ محمود السر والمهندس حسام هاشم خوجل. في أمانة المال ترشح مهندس عماد الدين فاروق وأسامة محمد عثمان، فيما فازت بعضوية المجلس في فئة مقعد المرأة الإسراء محمد أحمد خوجل ممثلة اللاعبين الأولمبيين، وترشح لعضوية المكتب التنفيذي 12 عضو، سوف يتم ترشيح 7 منهم وهم عبدو عبد الفراج، عكرمة هاشم هارون، صلاح موسى، عادل أحمد الحاج، معتز خلف الله، المعز عباس، رمزي يحيى، الله جابو سليمان كابو، يوسف عبد الله، عبد الرحيم حمد، وعبد الله أحمد إبراهيم حسن. أما في مقعد المرأة فازت بالتزكية زينب طلحة محمد، إسراء محمد أحمد خوجلي فازت بمقعد اللاعبين الأولمبيين.
ذات السياق، سمحت وزارة الشباب والرياضة للسيد دونالد روكار اليوغندي الجنسية بالإشراف على أعمال الجمعية الأولمبية، وذلك بعدما كانت قد أصدرت قرارا بمنعه من حضور الجمعية العمومية الانتخابية للجنة الأولمبية السودانية، وذلك بعد وصوله للبلاد بطريقة وصفتها بالمخالفة للإجراءات التي تتبع في مثل هذه الحالات، وعدم اختيار الجهات المسؤولة في الدولة سواء وزارة الشباب والرياضة أو وزارة الخارجية بوصول مفد من اللجنة الأولمبية الدولية في مهمة عمل رسمية. وأكدت الوزارة ترحيبها بالسيد دونالد روكار كمواطن أوغندي في زيارته لبلده السودان، ولكنها أكدت عدم السمح له للقيام بأي أعمال تتعلق باللجنة، ولكن بعد ذلك عادت وسمحت له بأن يكون مشرفا ومتواجدا وحاضرا للجمعية العمومية للجنة الأولمبية السودانية. إلى كوستي، حيث تمت إجراءات الجمعية العمومية العادية للاتحاد المحلي لكرة القدم بكوستي بحضور الأستاذ هشام محمد علي عضو اتحاد ربك ومثل الاتحاد السوداني لكرة القدم ومراقبا للانتخابات وحضور الانتخابات التابعة للاتحاد المحلي لكرة القدم وجميع أعضاء الجمعية العمومية والبالغ عددهم 33 عضوا وبحضور عدد من الإعلاميين، حيث بدأت الإجراءات وتلاوة خطاب الدورة والميزانية والتي تمت إجازتهما من قبل الإعضاء، وبعد ذلك وبضوابط مشددة ورقابة بدأت الإجراءات لاختيار الرئيس ونائب الرئيس ونائب الرئيس للشؤون المالية ونائب الرئيس للشؤون القانونية ومنصب المقعد النسائي لكرة القدم للسيدات، حيث فاز بمنصب الرئيس الأستاذ شمس الدين المغواري، منصب نائب الرئيس متوكل عباس عقيد الزنجي، ومنصب نائب الرئيس للشؤون المالية الأستاذ محمد عبد الله، ومنصب النائب الرئيس للشؤون القانونية العقيد علي إبراهيم. فاز الأستاذ ياسر فتح الرحمن بمنصب نائب الرئيس رئيس لجنة المسابقات بالتزكية، واكتمل بذلك عدد الضباط في اتحاد كوستي لكرة القدم. أبرز الأخبار لهذا اليوم بعد فاصل قصير، نستقبل أول ضيوفنا، ابقوا معنا. كل تأكيد الجميع ينتظر الانتخابات الخاصة بالاتحاد السوداني لكرة القدم، والكثير من الاتحادات بدأت في ترتيب أوضاعها وتسمية الشواغر وإقامة جمعيات عمومية انتخابية، وذلك من أجل أن تكون جاهزة وحاضرة لمواصلة عملها بأكمل وجه، وأيضا ربما لكي تكون جاهزة وحاضرة لانتخابات الاتحاد السوداني لكرة القدم، خاصة بعد الأسماء الكثيرة التي أصبحت متداولة الآن في الساحة حول
المرشحين بعد الإعلان عن مجموعة النهضة بقيادة الدكتور كمال شداد والدكتور حسن برقو، الإعلان عن عودة الدكتور معتصم جعفر من جديد للتنافس، واليوم حملت الأخبار أن الأستاذ جمال الوالي رئيس السابق لنادي المريخ قد يرشح نفسه للانتخابات الاتحاد السوداني لكرة القدم. في جبل أولية تم تكملة المناصب الشاغرة، حيث فاز مولانا الفاتح بشير الوسيلة بمنصب نائب الرئيس الشؤون القانونية، وسعادة المقدم ركن معتز محمد أحمد بمنصب نائب الرئيس في الاتحاد المحلي لكرة القدم بجبل أولية، والذي يعيش هذه الأيام نهضة كبيرة جدا خاصة على مستوى المنشآت وتجهيز استاد جبل أولية من ناحية النجيل ومن ناحية الإجلاس ليكون حاضرا لاحتضان بكل تأكيد المباريات في الدوري المحلي، وكذلك لاحتضان مباريات في الدوري التأهيلي والدوري الوسيط وربما الدوري الممتاز في ظل أزمة الملاعب التي تعاني منها البلاد حاليا، أو تعاني منها ولاية الخرطوم حاليا، لأنه في العديد من الولايات هناك الكثير من الملاعب الحاضرة والجاهزة. مولانا الفاتح بشير الوسيلة، مرحب بك، مشرفنا ومنورنا اليوم في قناة الهلال، ونقول لك ألف ألف مبروك فوزك بمنصب نائب رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم بجبل أولية للشؤون القانونية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا سعيد جدا أن أطل على جمهور الرياضة وعلى جمهور السودان عبر فضائية الهلال، وسعيد أن أكون ضيف على برنامجك المشاهد والمسموع. سعيدين جدا بوجودك معنا، وحدثنا عن الانتخابات وكيف جرت هذه الانتخابات لإكمال المنصبين الشاغرين في مجلس الإدارة، منصب نائب الرئيس ومنصب نائب الرئيس الأول ومنصب أيضا نائب رئيس الشؤون القانونية. في الواقع هنالك حراك كبير وسط الأندية في منطقة جبل أولياء، وهي تجمع قدراتها في مجموعة وكليات مع بعضها لكي يعني تساهم في عملية ترتيب وتوفيق أوضاع الاتحاد، وكذلك لكي تقوم بدورها في اختيار العناصر الفاعلة الداعمة لنجاح الاتحاد في برامج. ولذلك جاءت فكرة تكملة الشواقر في اتحاد جبل الأولياء من تجمع الأندية، واللي كان متابع لهذه المواقع الشاغرة التي شغلت بظروف متفاوتة لزملاء أعزاء كانوا يعني يعملون في الاتحاد في الفترة الفاتت، ولذلك تم اختياري والأخ العقيد معتز، ونحن في العمل الرياضي في أنديتنا وكذا، ونحن رأينا أن نتقدم وفق رؤيتهم دي لنحمل عنهم قضايا وأحلام شأننا نحقيقها في الفترة الجاية. طيب فوزكم مولانا جاء بالتزكية، يعني من أين أتى هذا التوافق على توليكم لهذا المنصب؟ والله افتكر انه اول حاجه كونه الفوز بالتزكيه في حد ذاته يلغي على الانسان حقيقه عبء كبير جدا، باعتبار انه ان يتوافق الناس في الوسط الرياضي على شخصيه معينه، فهذه حد ذاته امر يعني نادر في الوسط يعني في حد ذاته دي تلغي على الانسان عبء. ومن هنا الواحد يعني حقيقه يعني عبر برنامجكم يشكر الاخوان في الكليات الانتخابيه في جبل أولياء والقطاع الرياضي في جبل أولياء على ثقتهم فينا في المقام الأول، وربما رؤيتهم أنهم اللي سابق عملنا في المجال الرياضي وعملنا في المجال القانوني لتزاوج هذه الخبرات في أنه يمكن أن نقدم ما يحقق لهم طموحاتنا. طيب يعني منصب نائب الرئيس الشؤون القانونية بكل تأكيد واحد من المناصب الحساسة، والكل يتابع الآن في كرة القدم السودانية إنه مشاكلنا ليست مشاكل فنية، هي معظم المشاكل الآن هي مشاكل قانونية، شكاوى، استئنافات، أندية، مجلسين، تشرف على الانتخابات المفوضية ولا اتحاد الكورة. يعني من واقع خبرتك في كرة القدم وخبرتك في المجال القانوني، يعني ما الذي نحتاجه الآن من أجل أن تكون يعني القوانين، اللوائح المنظمة للعمل الرياضي في السودان قادرة على ضبط هذه المسائل لننصرف أكثر ليه؟ يعني حسم المباريات فنيا أو حسمها في الملعب ما حسمها في المكتب. تمام، خلينا نقول يعني في المال نحن بنعيش في فترة انتقالية، نعم، في تجديد القوانين في المجال الرياضي يعني.
الفترة اللي كان بتحكيمها اللوائح، تحكيمها إدارات هيئات الشباب الرياضة وكده، لنغلة جديدة أنه الرياضيين يحققوا شعار ديمقراطية وأهلية العمل الرياضي. ودي في حد ذاتها بتلغي علينا عيب في أننا يعني نقوم بتنزيل المفاهيم القانونية من نظم أساسية ومن قواعد عامة ولوائح بتحكم العمل الرياضي وسط الإدارات الأندية ووسط اللاعبين والمدربين والحكام والعاملين في الرياضة وحتى المشجعين. يحتاج أننا نحن ننزل هذه المفاهيم بصورة كبيرة اليوم وبتواصل معهم. السابقة الفترة السابقة كان العمل القانوني بيكون باجتهادات أشخاص، نعم. ولمعرفتهم بها واجتهادهم فيها بيتقدموا بها الصفوف وكذا، لكن نحن الآن بنفتكر أنه الوضع الجديد بيحتاج أنه الناس تنزل هذه المفاهيم للناس، خاصة وأنه الفهم الصحيح بيخليك يعني تأدي منشط نزيه، منشط سليم، وتغلل من درجة الاحتكاكات زي ما بيقولوا، ووفر للناس صيغة بياناتهم كبيرة. نحن في اتحاد دبل أولية بدينا بهذه الجزئية، في أننا أول حاجة نوائم النظام الأساسي لاتحاد دبل أولية مع النظام الأساسي لاتحاد العام لكرة القدم اللي موائم مع قوانين الفيفا، يعني اتحاد الفيفا، وعملنا على تنزيله لجروب. نحن زي جمعنا الناس في جروب لإدارات الأندية لتحقيق التواصل معهم في المقام الأول، وننزل لهم أول بأول الفهم، ننزل لهم النظام الأساسي المجاز والمعتمد والموائم، يعني نقول فرلين نقول الموائم لأنه الجزء جمع عمومية الموائم، والآن متاح بالنسبة لنا. خطوتنا القادمة في أننا نحن الآن بنعيد في اللوائح العامة وبننظمها بالرتيبة، برضو نحن هنطرحها يعني لإدارات الأندية. فيما نسعى إليه برضو أن نحن دارين نحق نعمل تواصل عبر الورش وعبر اللقاءات مع الأندية، في أننا يعني نوسع أكبر مفاهيم، نوصل أكبر مفاهيم لما في القواعد اللي في النظم الأساسية وفي القواعد العامة وفي لوائح الانضباط وغيرها من اللوائح. ونفتكر أن دي بتأسس لنا قاعدة مفاهيمية نبني عليها علاقات جيدة لنجاح الموسم. يعني طيب، يعني بتنتظرك بكل تأكيد الكثير من الملفات مولانا الفاتح، يعني بغير الجانب القانوني جايب اللوائح المنظمة للعمل الرياضي في السودان، هي بكل تأكيد يعني اتحاد جبل أولية هي منطقة تتنفس كرة القدم، وفيها تنافس وفيها دوري محموم وفيها ديربيات وفيها يعني ما أقدر أقول بس العامل والزهرة، لا، في برضو الكثير من يعني من الحساسيات الموجودة. يعني هذه الحساسيات شكاوي مشاكل كل أمور في ظل مجتمع يعني خبرة كبار مش بس في الكورة فنين وأيضا في القوانين واللوائح. بكل تأكيد هذا الأمر أيضا يلقى على عاتقكم يعني مهمة صعبة جدا. أي صحيح، نحن خلينا نقول إنه جبل غنية بقامات الإدارية، صحيح. وقامات الإدارية، نعم. وأنديتها العريقة جدا، وهي يعني تكاد تكون مشكلة كان في السابق المثلث الرياضي في ولاية الخرطوم بمسميات مختلفة، صحيح. كانت ولا تزال، ولذلك هي منطقة بتاعت وعي كروي وكبير جدا. ولذلك نحن لا 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 يعني نتهيب ابدا في اننا يكون في تواصل بيننا وبينه، لان اصلا هم يمكن واحده من درجات التواصل بيننا الفوز بالتزكيه للموقع وكذا. نعم. وافتكر انه التنافس المحموم في منطقه جبل أولية هو واحده من دوافعنا لاننا نرفع يعني طموحات المنطقة كلها للمستوى اللي هي مفروض تكون فيه حقيقة، من وجود تحت الأضواء، من وجود في العناصر القامة والكبيرة في الرياضة، سواء كانوا لاعبين أو حكام أو مدربين وإداريين، وده ده حق طبيعي يعني.
كذلك في البنيات التحتية، يعني تقدر البنيات التحتية نعم. نحن كنا ولا زلنا بنعتقد أن نحن ينبغي أن نكون الأقرب لكل لاستضافة كل الفعاليات المحلية صحيح. والدولية وغيرها. يعني أنت قبل قليل تعلن في المريخ حيلعب في الأبيض، نحن لا نحسد الأبيض ونتمنى أنه يكون كل استعداداتنا بالمستوى بتاع مدينة الأبيض وكذا. ونحن مشينا خطوات برضو في مجلس الإدارة باستاد جبل أولياء لكي يكون يعني يشبه الجبل أولياء ويشبه الرياضة في جبل أولياء. طيب يعني نتحدث الآن عن الجانب الاستثماري، يعني من يزور جبل أولياء ومن يزور مباني الاتحاد ومن يزور الاستاد يلاحظ العدد الكبير للدكاكين الموجودة ومحيطة طبعا بالاستاد، ولكن هناك المشكلة الكبيرة التي تعاني منها الكثير من الأندية، تعاني منها الكثير من الاتحادات، هي مشكلة الإيجارات القديمة. يعني تعاين للكم تقول الاتحاد قادر أنه يسير نشاطه تماما، ما حيكون محتاج لا أي دعومات ولا لأي أشخاص ولا أي رجال أعمال ولا أي شركات، ولكن مشكلة الإيجارات القديمة هل هي مشكلة تواجهكم في جبل أولياء، ولا كيف هي رؤيتكم خاصة أنكم في اللجنة القانونية مع لجنة الاستثمار مسؤولين مباشرة عن هذا؟ طيب خلينا برضو نقول أنه كتر خيرهم الأخوان في الاتحاد اللي بيبتدروا مبادرة الدكاكين نعم. كمنشط اقتصادي داعم صحيح. وكذلك الإخوة المستأجرين للدكاكين دي يعني نعم. لأنهم هم برضو تحملوا يعني عبء في بدايات الـ يعني الاستثمار، وتعرف المناطق في البداية الدخول لهنا. نحن نشكرهم برضو، نحن نشكرهم الاثنين، ولكن نقول من عبر منبرك ده أنه الزمن الآن تجاوز حقيقة الوضع السابق وتجاوز الإيجارات بشكلها الفات. وأفتكر أنه نحن زي في تواصل الحقيقة سبغني بين مجلس الإدارة وبين الإخوة المستأجرين، ومشينا معهم خطوات في معالجة مسألة الإيجارات، وحنتواصل معهم وإن شاء الله نحن بين يدينا الآن العقود دي بندرس فيها ونتواصل معهم، لأنه هنا وبنقول إنه يعني واصغي جاوب اللي حيحصل بينه وبينهم إن نحن حنرفع هذه الإيجارات لمستوى على الأقل يشبه المناطق من منطقة ويعود لهم يعني نعم. نفتكر إنه هم حتى لو الاستاد ده الآن النهضة الحاصلة فيه تم يعني استضافته لكبريات اللقاءات ودي قيمة اقتصادية يستفيد منها هم نعم. لأنه حيحرك الدولاب الاقتصاد في المنطقة كلها بكل تأكيد يعني نعم. هل هي المشكلة في يعني في القانون نفسه؟ يعني بنلقى اتحاد قبال 20 سنة موقع عقد مع 6 دكان لمدة 20 سنة، فبالتالي في خلال 20 سنة بكون مرة أكثر من مجلس يلقى نفسه أنه هو مجبر بعقود. يعني أين المشكلة في هذا الموضوع؟ لأنه هو تعاني منه كرة القدم السودانية حقيقة صحيح. يعني الهلال قبل التجديد الأخير نضرب مثل بينادينا كان إيجار الدكان 5000 جنيه في واحدة من أقوى المناطق استثمارية في السودان كله، يعني فده بوريك حجم المعاناة الكبيرة. صحيح. المشكلة بتاعت الإيجارات الطويلة هي يمكن نظام اقتصادي في نظام قانوني نعم. نظام البود ونظام وزي ما قلت لك في البداية إنه قد يكون الناس زمان يعني في قبل 20 سنة نعم. عشان تشجع الناس إنها تساهم معك وتقوم معك بالبناء، عشان تساهم معك في وتشارك معك صحيح. بتقدم اوفر اليوم بتقدم تنازلات بتقدم بس ما قاعد تطبق القاعده بشكلها الصحيح يعني نعم. ما تطبق القاعده بتاعت النظام البود سيستمز بطريقه صحيحه باعتبار انك انت في فتره المفروض ترجع لاجره المثل وتتعامل بناء، لكن الناس بتكون ماسكه بأن خلاص ده الإيجار واحد والإيجار كما هو كده نعم. برضو الناس برضو يمكن واحدة من الإشكالات اللي الناس دائما بتراعي الروح الودية في حزم نعم. الإشكالات بتاعتنا لأنه بتحفظ الناس الجميل وكده، لكن أفتكر أنه الآن الوضع تغير خالص صحيح. والمفاهيم تغيرت
والمصالحة المشتركة بين الناس بتخلي الناس يكون في شراكة ذكية بينهم يتقدموا بها لقدام. أكيد ودي الحاجة اللي بنتمناها. طيب مولانا، يعني الملف الأهم الآن لجميع الاتحادات هو انتخابات اتحاد كرة القدم. هل يعني اتحاد جبل أولي حدد موقفه حتى الآن، ولا ما هو الموقف تحديدا بالنسبة لاتحاد جبل أولي، خاصة واحد من الاتحادات المؤثرة في كرة القدم السودانية؟ لا لا لازلنا نحن حقيقة على مستوى مجلس أنا أضفت للمجلس، لكن نعم ما حقيقة ما متابع الملف بدقائقه في اتحادات زي اتحاد شندي قال عديل أنا ما مع مجموعة شداد، في اتحاد زي اتحاد كوس المنتخب أخيرا قال لا أنا مع مجموعة شداد. لا 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 يعني بدأت الإعلانات الرسمية من الاتحادات ما عندي أنا حقيقة حتى الآن موقف معين أحمل عن المجلس في نعم. فيما يجري في الانتخابات القادمة إن شاء الله. طيب رؤيتك وموقفك الشخصي حتى الآن، تخلينا بعيد من المجلس، ناخذك كرياضي كده مولانا الفاتح. هل شايف أن اتحاد كرة القدم الحالي قدم ما يمكن أنه يجعل الاتحادات تعطيه فرصة ثانية 4 سنين أخرى؟ أفتكر قدم ويقدم يستحق يعني يستمر. نعم ده يا جماعة موقف مولانا الفاتح بشير الوسيلة الشخصية، وليس موقف الموقف الرسمي ده حيكون في اجتماع مجلس إدارة، وأمير سوكتي صديقنا العزيز رئيس الاتحاد صرح عنه بنفسه. طيب يعني أكيد ملفات كثيرة، ولكن هناك نقطة يعني يراها البعض هي سبب بعض المشاكل القانونية الموجودة. بنسعد والله لما نلقى أنه رجل من خلفية قانونية يتولى مسؤولية قانونية خاصة بالنشاط الرياضي، لأنه في الفترة الأخيرة يعني بقى عدد من غير المختصين وغير الدارسين من القانون يحملوا لقب خبير قانوني وموجودين وبنظروا، والبعض أصبح معترض بشكل كبير جدا. طيب قدامنا صورة الآن للعمليات الإجلاس الجارية حاليا في استاد جبل أولي، ونشاط كبير صراحة يعني منذ تولي الأستاذ أمير سوركتي مسؤولية رئاسة الاتحاد المحلي في جبل أولي، شايفين نشاط كبير، كورس المدربين البدنيين برضو متواصل واختتم بالأمس أعتقد اليوم. اختتم اليوم. اليوم أيضا نشاط كبير جدا في اتحاد جبل أولي. دي الصالة، طبعا الصالة دي بالمناسبة يعني شهدت اجتماع الاتحادات المحلية الشهير، نعم فالآن تشهد يعني اجتماع المدربين المعدين البدنيين، وعمل كبير جدا على مستوى النهضة المعمارية في على مستوى الاستاد، على مستوى الاجلاس، على مستوى النجيل نفسه، ان شاء الله شكل مغاير حيكون بالنسبه لاستاد جبل أولي في الفتره الموسم الجديد ان شاء الله. طيب يعني هل نقدر نسميه تغول بعض غير المختصين بشان القانوني على يعني اللوائح والقوانين الرياضيه، وبعضهم اصبح يعني يحمل لقب خبير قانوني؟ رايكم انتم كقانونيين عاملين في مجال الرياضه في هذه الظاهره اصبحت منتشره الان في السودان؟ والله شوف التخصص الدقيق مهم طبعا، ولكن لأن الرياضة أساسا عمل جماهيري وبدت كده يعني بدت بأنه الناس كل زول مجتهد يتقدم الصف يحفظ يجتهد، وناس اشتهروا بألقاب كبيرة في مجال معرفتهم بالقوانين وكده، لكن دخول القانونيين في المجال الرياضي يفتكر انه اضاف له كثير جدا في صحيح. في تحسين الصوره بتاعت نعم. حتى تحسين الصوره تبدا من صياغه القوانين ذاتها، قوانين اللعبه، النظم الاساسيه، الفصل في النزاعات فيها، ادخال صحيح. اللغه القانونيه على نعم. على على المنازعات اللي بتحصل، وتحديد المصطلحات اللي بتحكم النزاع وكده، افتكر انه هي اضافت كثير للمجال الرياضي. صياغه النصوص نفسها، لان احنا معظم مشاكلنا في تفسير النصوص. صحيح. فدي دي 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 دي, دي تستحق انه التخصص الدقيق بالاضافه لجانب لا نتهم الاخوه في العاملين في مجال القانون في المجال الرياضي بعدم الحيدية وغيره، لكن يعني تنمية الروح بتاعة العدالة وتنمية الروح بتاعة موازنة الأشياء ومقاييسها بالمعايير صحيح. القانونية دي بتكون جزء من شخصية القانوني، وهو من طبيعة ممارسته للعمل ممكن توفر جزء من
هذا كثير من حتى في كثير من الرياضيين في المجال الرياضي بيخشوا دخول القانونيين، بيعتبرون الناس اتجاه واحد في 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 حسم المسائل وكذا. وإن كان إحنا في عهد التخصصية والاحترافية، يعني حتى لو أنت ما دارس قانون، الدورات التدريبية المختصة مختصة على عالية قانونيين مثلا بتأهلك بشكل كبير جدا، لكن ما أي واحد حفظ له نصين كده يجي عامل المشاكل الكبيرة. مولانا الفاتح، مولانا سعدت جدا بوجودك معنا اليوم في قناة الهلال. مولانا الفاتح بشير الوسيلة، نائب الرئيس للشؤون القانونية بالاتحاد المحلي لكرة القدم بالجبل الأولية، شرفتنا ونورتنا، وكلمة أخيرة منك لكل الرياضيين. أنا أكثر سعادة بمشاركة معك في هذه الحلقة، وأكثر مساعدة سعادة بظهور على الجمهور العريض. الرياضة هي سفارة، الرياضة هي الممس، يعني واحدة من ممسكات الوحدة الوطنية حقيقة. وإن كان هنالك كلمة رياضية للرياضة، أن يكون الرياضيين يتمسكوا بقيم ويتمسكوا بخوتهم الرياضية ويتمسكوا بالعمل في المجال الرياضي. وعبرك أمنياتي لنادي الجهاد، وهو يمثل منطقة جبل أولياء بالتقدم في منافسة الدوري التأهيلي للدوري الممتاز، وكذلك لنادي الهلال بأن يعني يحقق فوزا كبيرا وتقدم في المنافسة الأفريقية. ويعني عبرك برضو أجدد الشكر للقاعدة الرياضية في منطقة جبل أولياء التي أولتنا صيغة كبيرة في أن نساهم فيما يحدث الآن من نهضة كبيرة في استاد جبل أولياء، وفي مجلس إدارة التي يقود مجلس إدارة اتحاد جبل أولياء بغيث الأخ الأستاذ أمير سركتي. أشكرك جزيل الشكر مولانا الفاتح بشير الوسيلة، وبرضه نقول مبروك لسعادة المقدم ركن المعتز محمد أحمد الفائز بمنصب نائب الرئيس الأول، وتحية كبيرة طبعا للصديق العزيز رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم بجبل أولياء الأستاذ أمير حامد سركتي على المجهود الكبير اللي بيقوموا به في مجال البنية التحتية، لأنه وضح تماما هذا الموسم من خلال المعاناة لعدد من الأندية باستثناء الهلال أنه أهم نقطة يجب أن ننتبه إليها هي البنية التحتية، ويجب أن تكون لدينا الملاعب الجاهزة والمؤهلة لاستضافة النشاطات الرياضية. إذا ما عندك مدرسة حتقري الطلبة وين؟ ما في كورة بتجي قبالة المقصورة، جهز المقصورة وبعد ذا أكيد حتجيك الكورة. الراهن الهلالي مع الناقد الرياضي خالد أبو شيبة بعد الفاصل. رجالات الهلال وسنده وعضده، أحييكم تحية الإسلام الخالدة وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الجلسة جلسة تفاكرية وجلسة لتجميع كل قوى الهلال في صعيد واحد، لم شمل أهل الهلال عدم الدخول في ما يشتت هذه القوة. يعني نحن عايزين كل هذه القوة تكون في صعيد واحد، وأن نبتعد عن المحاور، أن نبتعد عن المسميات الكثيرة التي نسمع بها، وأن يكون العمل كله من أجل الهلال. في يوجد هلال واحد، وليست هنالك أهلة متعددة حتى نشتبك حولها وحتى نتخاصم حولها وحتى نتجادل حولها، ولكن العمل يكون من أجل الهلال. الهلال الآن يحتاج إلينا جميعا، يحتاج إلى كل هذه القوى وإلى كل هذه السواعد الفتية القوية ولكل هذه الأفكار النيرة. العمل هو فكر أولا، فكر وقوة كبيرة تحمل هذه الفكر وسواعد شابة تنفذ. ولذلك الاجتماع ما فيه أجندة محددة، يعني ما جايين بأجندة محددة نقول لي الأجندة بتاعتنا. الأجندة تكتبوها الآن أنتم، أنتم الحضور تكتبوا الأجندة وتورونا ما يعني الأفكار النيرة التي تدفع بمسيرة العمل في الهلال إلى الأمام. ضرورة هذا اللقاء ومفصلية هذا اللقاء تجعلنا نتحدث عن الهلال وعما يمكن أن يتمخض عنه هذا اللقاء. كل شخص هنا لديه شأن يغنيه، ولكن عندما نادى منادي الهلال تركنا ما في أيدينا وأتينا جميعا، ومنا من أتى
يعني من فج عميق وعلى كل ضامر. أنا أعتقد وأثني وأبصم على حديث الأخ الرئيس حسن هلال، دائما ما يقال أن الهلال هو نادي الديمقراطية، هذه حقيقة، ونادي الحركة الوطنية، ولكن ديمقراطيتنا في الهلال كانت عرجاء في الفترة الماضية، في السنين الماضية لم تورثنا سوى الإحن والضغائن والخلافات. وأعتقد أن هذا اللقاء إن خرج بمقرر واحد يكون قد فعل الكثير. أنا أعتقد أن التوافق يجب أن يتم على مجلس هلالي في الفترة القادمة لا تكون فيه محاصصات، المحاصصات الآن قد تورد السودان الهلك. نريد الجمع بين الخبرة وبين الشباب وعلى أسس واضحة. الهلال في نظري محتاج إلى إعادة صياغة كاملة، نحن نردد أشياء دون أن نفكر فيها، حتى لقب الكبار والأقطاب والرموز يحتاج إلى إعادة تعريف. عندما تقول كبار الهلال فإنما تعني أن بقية الهلال ليس كبار، وأنا أعتقد أن الهلال هو البحر الذي في أحشائه الدر كامن والحكمة ضالة المؤمن. هناك أناس ليسوا أقطاب وليس كبار وليس رموز، ولكنهم ليس أقل حرصا منا على الهلال. أنا في رأيي الشخصي دارين نعرف الهلال محتاج لشنو. المرحلة الجاية دي الفترة قصيرة جدا، والهلال ده مقبل على تحدي كبير جدا جدا عشان نصل به لبر الأمام. بداية نفتكر في واحدة من مشاكل الهلال أنه في جمعية للنظام الأساسي، الجمعية بتاعت النظام الأساسي تحدد الجمعية الانتخابية، إذا ما قامت الجمعية الجاية ما حتقوم جمعية انتخابية، باعتبار أنه أولاً ده تجهيز نظام أساسي حكومة الهلال يمشي له قدام. الجمعية العمومية الجاية جمعية عمومية محكومة ب 2008، نظام أساسي 2008، النظام الأساسي ل 2008 بحدد تلتين حضور من الجمعية الكلية، كل الجمعية العمومية. والفهم أنه ما راح نحن ننجح الجمعية دي كيف، ده لازم يكون فهم بتاعنا كلنا، لأنه نحن زادين نتطلع لمرحلة جديدة. المرحلة الجديدة قدام الجمعية مهمتنا كلنا نشوف هنتخطاها كيف. طيب الهلال محتاج في هذا الزمن العصيب، في هذا يعني الظرف الاقتصادي الصعب، أنه نتجمع كيف، عايزين شنو نحن من الهلال؟ هل عايزين أنه منافسات محلية، ولا عندنا طموح خارجي، والطموح الخارجي عايز شنو، الطموح الداخلي عايز شنو؟ يبقى نحن لازم يكون عندنا برامج، البرامج دي يكون كلنا مشتركين فيها عشان ننهض بالهلال ده. الكلام ده ما بيتأتى إلا الناس كلها تكون عندها بوتقة واحدة، برامج عمل من هنا ومن هنا، في النهاية نطلع ببرامج عمل واحد ممكن يكون جامع للناس كلهم. الراهن الهلالي بكل تأكيد بعد عودة الفريق من إثيوبيا وأداء مباراة الذهاب أمام باسل كينيما والعودة بالتعادل بهدفين لهدفين وبداية الإعداد لمباراة الرد يوم الأحد المقبل، أيضا التحضيرات للجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي، والحديث الكثير عن ميثاق شرف بعدم الطعن في الجمعية العمومية، كلها ملفات هلالية نضع على طاولة الناقد الرياضي المعروف الأستاذ خالد أبو شيبة. خالد مرحب بك وحمد لله على السلامة بعد عودتك من العاصمة المصرية القاهرة. يا أخي سلمك الله وعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على سيدنا محمد. طولنا منكم ونتمنى أنه يعني نقدم المفيد. بكل تأكيد كنت موجود في مصر في فترة كده كانت فيها الأحداث تغلي في مصر بعد المنتخب وفوزه على منتخب أنغولا بهدف دون رد، تعادله مع الجابون، إقالة حسام البدري، تعيين كارلوس كيروش، يعني كنت موجود في فترة كان فيها الإعلام المصري كالمرجل على قول أستاذنا الكبير من الصحة والعافية أستاذ الرشيد بدو عبيد يغلي بهذه الأحداث. اختلاف في التناول ما بين
يعني الإعلام المصري وإعلامنا السوداني في هذه القضايا الساخنة، لأنه في نفس الوقت في السودان كان أيضا الحديث عن المنتخب وهزيمة المنتخب في مباراتين. شفت في فروقات في التناول ولا كيف عايشت هذه الحالة خالد؟ والله حقيقة يعني أنا ركزت جدا، تابعت المباراة الأولى مع المنتخب الأنغولي، فبرغم انتصار المنتخب المصري يعني لفت انتظاري لفت نظري يعني التعاطي الإيجابي للإعلام المصري. نعم. مع المباراة يعني الانتصار على المنتخب الأنغولي أبدا ما صرف نظرهم عن السلبيات في الأداء وغياب شخصية المنتخب وكده، فيتكلموا بكل وضوح عن إنه يعني القادم حيكون أسوأ، تخوفوا تماما يعني. وقد كان المباراة الثانية مع المنتخب الجابوني، المنتخب المصري قدم واحدة من أسوأ مبارياته على الإطلاق خلال السنوات الأخيرة. نعم. فلت من هزيمة وفي الثواني الأخيرة. نعم. للزمن المسقطع بدل الضايع مصطفى محمد مصطفى. نعم. المحترف بتاع بتاع الزمالك بيلعب أظن في نادي تركيا. أيوة. بتوفيق يعني أدرك التعادل، يلا بعدك تعال شوف بعد نهاية الكورة. الحاجة المرفتة للنظر إنه غالبية الإعلاميين اللي انتقدوا حسام البدري، حسام البدري طبعا ابن النادي الأهلي، لاعب النادي الأهلي، حسام البدري مدرب النادي الأهلي، حسام البدري يعني مستشار في الشؤون الفنية للنادي الأهلي، هو غريب جدا يعني، هم اللي انتقدوه. ما يتكلموا بكل صراحة ووضوح إنه حسام البدري هذا ما في مستوى المنتخب المصري، وإنه وجوده خطر جدا جدا. نعم. إذا كان أنت أمام الجابون بدعاني زي ده وبتحتاج على حد غولهم لبركة دعاء الوالدين عشان صحيح خطأ الدفاعي حصل إنه بس المدافعين عشان تتعادل يعني، بيتكلم عنه لو. نعم. لو لاقوا المنتخب المغربي، المنتخب الجزائري، المنتخبات الكبيرة على حاصل شنو يبدأ يعني، عملوا شغل غريب جدا جدا. الناس زيل علوا من قيمة المنتخب بتاع الوطن، بعدوا تماما عن اللونية بتاعت انه ده بينتمي للنادي الاهلي. صحيح. والله انه كده فهمت، اشتغلوا شغل غريب يعني، ونزلوا الشارع، عملوا استطلاعات مع في قنواتهم، عملوا استطلاعات مع الجمهور وكده، فكونوا راي عام. الاتحاد المصري ما كان عنده اي طريقه. اليوم صبيحة المباراه اليوم الثاني طوال اصدر قرار قال المدرب حسام البدري، فده درس عميق جدا، يا ريت الناس تستفيد منه هنا في السودان يعني، ويبعدوا عن الحته بتاعت الانتماءات الضيقه ويعاينوا لمنتخب الوطن باعتبار انه المنتخب ده بيمثلنا يعني بعيد عن يعني. احنا شفنا في الفتره الاخيره يعني المنتخب دي تقديرات المدير الفني. نعم. انه غالبيته من اللعيبه بتاع الهلال بيروا انه هم جاهزين، بيروا انه حسب تقديراته انه هم الافضل، فالناس كان يفترض تتعامل معاه باعتبار انه ده المنتخب. نعم. بيمثل السودان، جهات بتستهدف المنتخب باعتبار انه. نعم. يعني غالبيته من ولايه الهلال، فالفهم المتقدم في مصر هناك، واللي هو يعني بيعكس يعني الأسباب الحقيقية للتطور، للأسف الشديد نحن ما عندنا. الناس بتتقدم يعني وبتمشي ونحن راجعين لورا، ففي فوارق كثيرة، فوارق الانتماء مسيطر مشكلة كبيرة لأي موضوع، حتى لو كان خاص بالمنتخب ما خاص بأنديتنا. دي الإشكالية الكبيرة جدا. أنا قلت له حسام البدري ده ابن النادي الأهلي ومن الكباتن الكبار يعني، اللعيبه اللي قدموا سخاء عجيب جدا، واشتغل مساعد مدرب فتره. نعم. واشتغل مدرب. ايوه اشتغل مدرب وحقق البطوله الافريقيه وبطوله الدوري المصري، وحقق نجاحات كبيره جدا جدا، وقريب وبيستشار في شؤون الفنيه النازل. لا، مصلحة المنتخب اللي بيمثل الوطن فوق لكل انتماء. صحيح. لم يخسر أي مباراه يعني. انا شفت الهجوم بدا وشوبير كويس، جابوا عماد مدعب، جابوا بركات يعني، مين زاهر، سيف زاهر دول كلهم بينتموا للقلعة الحمراء النادي الأهلي. هم يتكلموا بكل صراحة ووضوح ان المسألة دي مفروض تقيف يعني. هذا الحسام البدري ما قدر المنتخب كويس، ولو استمر لقدام يعني هتحصل فضائح لما نلاقي المنتخبات الكبيره، المنتخب الجزائري، المنتخب المغربي، المنتخبات اللي عندها اسم بمستوى زي ده. هو متكلم عن انه اللعيبه عطاهم ومستواهم مع انديتهم بيختلف تماما عن عطاهم ومستواهم مع المنتخب المصري. نعم. وده ده فكر المدرب يعني، بيروا انه فكره عقيمه يعني، قيد اللعيبه وكده. صحيح. فحتى يغاز ذاته يعني سرا كده انه محمد صلاح
اتكلم عن انه حسام البدري ده ما 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 هو المدرب الممكن يكون المنتخب اللي قدام. فحصل شوف التعاطي كيف وشوف التعاطي عندنا هنا كيف. نحن منتخبنا اي رغم الاهتمام يشكر برق ويشكر الناس اللي معاه وكذا، لكن لا زال يتيم يعني. الناس بتدعي له ذاته باعتبار انه منتخب ما بيمثل السودان وكذا. فاشكالاتنا كبيره جدا جدا لو ما تخلينا. هل الانقسام ده برضه ساهمت فيه الفكره العملية لجنة المنتخبات الوطنيه انها تخلق اعلام للمنتخب انه صحفيين يكونوا منتمين للمنتخب بدل ما انها تترك المنتخب ده للجميع الكل يتحدث فيه والكل يعني ملك لجميع الاعلاميين على اختلاف انتماءاتهم؟ والله ده هو الصح كده كويس، لكن برضه الناس عندهم تقديراتهم يعني. يعني انا عندنا اعلاميين ظلوا على الدوام يعني بيتكلموا عن المنتخب وبيطالبوا الناس انه تقيف مع المنتخب وبيعكسوا نشاط المنتخب وطوال باستمرار بيتمنوا توفيق للمنتخب وكده. فريق بين اعلامي مهموم ومشغول بامر المنتخب واعلامي اخر ما عنده علاقه يعني غير انه يبخس وينتقد يعني بصوره سلبيه جدا جدا يعني. صحيح. ما النقد المفيد. فطبيعي جدا انه يكون في ناس قريبين للمنتخب، هي التقديرات بتخص. طيب خلينا نفتح الراهن الهلالي، وسعيد جدا يكون معانا عبر الهاتف عضو لجنة التطبيع الاستاذ عبد الله العاقب. استاذ عبد الله مرحبا بك وسعيد بسمع صوتك اليوم. نحن طبعا البيت في جهه التراب يعاني جدا. انا الدكتور عبد الله العاقب يا مرحبا بك. يا مرحبا بك اكيد طبعا بالحركات بتاعتك حبابك عذر وحباب غنى الهلال وحباب الهلال الجميل الماضي. نعم. طيب دكتور عبد الله، الترتيبات والاستعدادات لعقد الجمعية العمومية الخاصة بالنظام الأساسي إلى أين وصل؟ على قدم وساق تسير هذه الإجراءات. نعم. وأنا في الماضي دخل لأن نجيب بكل هلالي عليه أن أو كل عضوية الجمعية العمومية القادمة أن يأتوا لهذه الجمعية لأنها بتمثل لنا بصراحة فاصلة في تاريخ الهلال، حيث يتم إجازة النظام الأساسي أو هذا النظام ويصبح الهلال بدستور خاص به وثيقة اجتماعية خاصة بالهلال يحكم نفسه بنفسه إن شاء الله. نعم. طيب نحن طبعا يا محمد خير كان سابقا تداخلنا مع قاعدة الصداقة على أساس إنه يدون القاعة أكبر. نعم. عندهم وجدناها تقريبا بتشيلها 3400 صراحة. نعم. وهو العدد المفروض يكون موجود لإجازة النظام الأساسي 3420. يس. نعم. كويس. وجدنا إنه هم ذاته كمان مع الضوابط الصحية برضه تقريبا بتعمل لها زي 2000. نعم. لجأنا لعدة جهات، ما لقينا الجهة اللي قالوا تستوعب لنا الرقم. أتينا لأفضل المعارض صراحة. نعم. وبري. أيوة. فوجدنا فيها غاعة تكفي جدا لهذا الرقم وأكثر يعني. وغاعة مهيئة بغير شك يعني. وتقريبا اليوم سوف نسمع الإجراءات أو غدا بإذن الله تعالى. وأنا بعتبر ده إعلامي. يعني الجمعية العمومية يوم 24 سبتمبر ما حتكون في قاعة الصداقة، حتكون في أرض. نعم. المعارض. ببري. نعم. خبر جديد. طيب الجمعية العمومية ما هتكون في قاعة الصداقة لأنه ما في قاعة بتشيل العدد الكبير ده، هتكون في أرض المعارض ببري لأنه المفترض أنه العدد من العضوية أقل عدد يجي عشان تتم إجازة النظام الأساسي اللي هو تلتم من أعضاء الجمعية العمومية كلها 3420 عضو عشان يجيزوا جمعية النظام الأساسي. طيب وبين ضوابط الصحية. صحيح. القاعدة ذات وضوابط الصحية في أرض المعارض دي بالضبط كده بتشيلها 5200 يعني. نعم. يعني بتقدروا بارتياح تعملوا التباعد الاجتماعي والاحترازات الصحية المطلوبة توفر. يس. صحيح. صحيح. طيب. طيب دكتور عبد الله، يعني البعض يتخوف من بعض الألغام التي ممكن أن تكون موجودة في طريق إجازة النظام الأساسي، جدل الدائرة الآن حول الأحقية بالإشراف ما بين المفوضية على اعتبار أن الجمعية أو النظام الأساسي الموجود حتى الآن هو 2008 والاتحاد العام يوم أحق بالإشراف على الجمعية العمومية، وهناك دعاوى لميثاق شرف بعدم الطعن في الجمعية العمومية. طيب موضوع الجمعية العمومية القادمة دي هي اساسا اجازه او تعديل النظام الاساسي. نعم. وايه النظام الاساسي المستهدف ده هو النظام الاساسي 2008. نعم.
غيره لا يوجد نظام أساسي حاكم للبلاد. النظام الأساسي 2008 ده أجازته العضوية الحضر الجمعية العمومية ذات دائم 2008. النظام الأساسي 2008 والعضوية الجمعية عضوية الجمعية العمومية السابقة أو الجمعية العمومية بتاعت 2008 أشرفت عليها المفوضية. وبذلك تصبح المفوضية لها أحقية الإشراف على الجمعية العمومية القادمة. نعم. بعلم وموافقة الاتحاد العام. نعم نعم. ورجاء نحن نحن على أساس إنه نزيل كل التقاطعات وكل أي مؤسسة نحن مشاريعها فقط على أساس إنه حتى في مؤسسات أنا زاد أقول هاي المفوضية دي سوف يتم تكريمها إن شاء الله بالجمعية العمومية بعد جلسة الإسلام بإذن الله تعالى. أنا شخصية اعتبارية كانت سابقة وهي كانت المشرفة على كل ما يجري يعني صراحة يعني الجمعية العمومية المقبلة دي حتكون بإشراف المفوضية وليس اتحاد كرة القدم. وهي قامت بنشر العضوية نعم. في يناير السادس صحيح. وحتى عضوية الجمعية العمومية القادمة بطرفها. وكيف تنازلت كيف تنازلت عن حقها نعم. يعني في تعيين لجنة تسيير يعني الكلام فيه تضارب غريب جدا. معنا كاتب الصحفي خالد ابو شيبه وعندي لك سؤال يا دكتور عبد الله تفضل استاذ خالد. دكتور عبد الله تحيات الله يخليك. نعم ده اكيد على انه يعني الحاكميه والاشراف التام على نادي الهلال من قبل المفوضيه. فالمفوضيه الان اللي حتشرف على الجمعيه بتاعت اجازه النظام الاساسي كيف تنازلت عن حقها يعني في تعيين لجنه التسيير وخلته الاتحاد العام يعني؟ هي طبعا سكتت يا ابو شيبه. سكتت وكذلك وزاره الشباب والرياضه ولايه الخرطوم سكتت عن هذا. المفوضيه وفقا لقانون الشباب والرياضه ولايه الخرطوم 2018 اللي هو مرجعيته ولاية الخرطوم طبعا وزارة الشباب ولاية الخرطوم. لأن والله أتذكر شوية كده أنا ما بعتبره سنة لكن بعتبره دراية من العام. تفضل. لما جينا على أساس إنه النسخة نبدأ ننشر المسودة بتاعت النظام على أساس قابلنا وزير الشباب والرياضة ولاية الخرطوم. وجلسنا معه قلنا له يا حضرة سبحان الله قال يا أبو شيبة قال لنا نحن ذاتنا يفرض بصراحة نعين لجنة التصفيق. ده وزير الشباب ولا بخاف. قال لأشياء كثيرة جدا حاصلة في البلد ميوعة بغض النظر عن مسمياتها قال سيون نحن سكتنا حتى تستغر هذه الأندية ويستغر الحراك الإقليمي والدولي فيما يختص بالرياض. ده وزير الشباب ولا نعم. يعني كانت المصالح المرسلة لها قد حسبوا في وزارة الشباب والرياضة ولا نعم. يعني سكوت وليس تنازل عن حق لتقدير موقف آني ما هو أنا ما بتعامل بتقديرات أنا بتعامل بقانون قانون ملزم أي قانون ملزم وطبعا القانون ذاته بصراحة في نهاية الأمر يعني يفرض يفضي لمصلحة القانون أساسا موضوع أساسا اللي هو الدفع بالمصالح يعني. صحيح. طيب دكتور عبد الله العاقب يعني إذا ما ستفضي عنه الجمعية العمومية سواء كان بإجازة أو عدم إجازة إن لم يكتمل طبعا النصاب القانوني القرار بعد كده حيكون بالنسبة للمفوضية على اعتبار أنها هي المشرفة على هذه الجمعية وليس تحت كرة القدم. ده شيء. الشيء الثاني يعني حتى عندنا بعض مع المحامي العام نعم نسب بعيدا جدا لأنه أساسا عيوب في النظام الأساسي بتاع برضه احنا ماشيين في طرق بعيده جدا ده كله الدفع لاستمرار الهلال والدفع به لا طرق بعيده جدا شنو كده بس وضح لنا يعني في الحاصل بالضبط شنو يعني انت خايف يا دكتور في الحته بتاعت تلتي الاعضاء دي انه ما يجي والمساله دي مساله صعبه طبعا والاغلبيه هسه بيتكلموا انه ما بيجي يعني عندك لا معالجه المساله دي يعني في اطار السعي بتقوم به لا هي الها ها وواو ويبغى تقريبا للمادة 15 اللي هو الفقرة ها بتتكلم لك عن ترتيبات إنعقاد الجمعية العمومية يا أبو شيخ نعم تماما
الاول والثاني والثالث باين. لما جينا في واو وضحت لك بثلثين اعضاء، لكن منهم هل الاعضاء التشبيه العضويه للجمعيه العموميه ككليات، ككليات عضويه ولا كليات حضور في الجمعيه العموميه؟ والله يا خل في النظام الاساسي ما ظهر. لا بس ما لا يا دكتور، دكتور ما هي ما فيها تعقيد. المساله واضحه، انت عدد عضويتك كله كم يعني؟ العضويه الان موجوده اللي بيحق عليها. لا ما هي الفقره زاده. ممكن تقول لك يا اخي تمثيل اعضاء من كليات كويس معك عضويه الجمعيه العموميه كلها، يعني لو كان 6000 7000 بتجي 60. دي الفقره ما ذكرت ولا ذكرت لنا اللي هو كليات الحضور. ما ممكن تسكن ليك، المعنى واضح يعني، وده في القانون بيسمى استزاده يا دكتور. انت مولين بالمساله دي يعني، ما محبذ المساله. ما يا ابو شعيب، عشان ما انا اقول لك اسهل من كده. يلا طيب. انا قايم اسمه تفسير القوانين صراحه يعني. العلم قايم بذاته، انا ما بقول لك انا عايز كده. انا ذاتنا ممكن انا افسر بيها لمصلحتي انا والشخص الاخر الذي يريد زي ما بقولوا ما داير يسيب باب الزرايع اسمها بعيد جدا. انا ما داير اقول لك الكلام عشان كده تفسير القوانين خاصه التشريعات يفرض تكون في لوائح. هذا النظام الاساسي للاسف الشديد جدا كل ال 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 نقول عليه ولا ال 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 الجمعيات العموميه من 2008 او حتى السلطات بتاعت مجالس الاداره ما في لوائح منظمه كويس، ما في لوائح مكمله، وده للاسف شديد جدا. ده مش في الهلال، في كل الكيانات. نعم. يعني ما في، انت ما عندك نظام زي ما بقولوا مشبع بلوائحه ويبغى للسلطات المفروض تغذي ذاته النظام الاساسي والدستور. نعم. للاسف. طيب الاليه لمعالجه هذا الامر موجوده لديكم شنو يا دكتور عبد الله العاقل؟ والله احنا اودعنا الشغل لدى المحامي العام بصراحه يعني. نعم. كجهة رئيس التشريع يعني. نعم. عشان يتفادى لك الحته بتاعت عشان ما عشان لي. عشان عشان المتابع يكون واضح ونحن ذاته نكون على بينه يا دكتور. انا ما هيتفادى لي، انا هيديني فتوى. ايوه ما ياها. ايوه. لا انا ما بقول، انا ما هقول يا ابو شيبه. ما هقول انا هديني فتوى. اديني فتوى من 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 الجهه ذات الاختصاص اللي هو دي الجهه بتفسر القوانين يعني. نعم. القوانين دي لكن انت حسب نظامك الاساسي انه في بند بيقول كده يعني، معناها هيلغي لك البند ده. انا اقول لك كلام كمعلومه مهمه جدا. هو ذاته مولانا ذاته سالنا بصراحه، قال يا مجال في الادارات دي اللي من 2008 كويس معك ما اشغلت او ما عملت اي نوع من اللوائح. السؤال اللي ما في لوائح، قال يا جماعه ارجعوا احنا ما لقينا اي لائحه من الله مفسره او منظمه للنظام الاساسي بتاع 2008. نعم. طلبت اذا فتوى من اجل حسم الجدل بخصوص العضويه اللي بحق لها، عدد العضويه اللي بحق لها اجازه الجمعيه العموميه للنظام الاساسي. لكن بعد ده كله يا محمد تفضل يا ابو شيبه بصراحه يعني. نعم. ما ذاهبين اليه يهم اي عضو زي ما بقولوا عضو جمعيه عموميه الى لابي صراحه يفرض انه يحضر هذه الجمعيه. دي لا دارين نختار فيها مجلس اداره. ما في شك واكبر دليل يعني الندوه اللي تنظمت من قبل فجر الغد. صحيح. التداعي بتاع كبار الهلال يعني. أيوة. أيوة. وتكوين لجنه هسه ذاته لانجاح لا لا لا, لا. نعم. وفي ناس مولانا مختار مكي الناس الكبار ديل وسمن الابداع بامكانها كثير. انا والله بهيب بكل. طيب اللجنه ذات واللجنه بتاعت العضويه في البدايه الكونت لجنه التطبيع اللي اشتغلت تنقيح وتنقيه العضويه، واعضاء يتكلموا عن انه يعني خلاص حارب العضويه المستجلبه، انه ما في عضويه مستجلبه، انه العضويه دي عضويه نظيفه، وانه دول يعني السواد الاعظم منهم هلالاب وهلالابها الحاره ومعروفين. أيوة. يعني يفترض ما يكون في مخاوف يعني في الحته بتاعت تي الاعضاء، يفترض انه ما يكون في مخاوف. اصلا مخاوف كبيره جدا يعني، انت ما بتقدر تخفيها لدرجه انك شغاله الان شغل خلينا نقول بين قوسين مباصره عشان تتفادى الحته بتاعت عدم حضور تلتي الاعضاء. يا بسيبه طبعا دائما ابو الولد بيكون
يكون تحت الضغوط فيقرا اسوء ال ال ابو الورد اللهم العروس. نعم ابو العروس. دكتور عبد الله العاجب، ان شاء الله احنا بنتمنى بكل تاكيد نجاح الجمعيه العموميه وكل كل الهلالات بيكونوا حاضرين في 3420 الان يا دكتور يكونوا موجودين ان شاء الله من اجل اجازه الجمعيه العموميه للنظام الاساسي ان شاء الله لحد ما نشوف قرار المحامي العام حيكون شكله عامل كيف. طيب شيء بديل ذاته بصراحه نحن دارين منه الكثير والله صحيح يعني. صحيح مهم جدا أن يتم تحديد كيف يحكم الهلال، أعتقد أنه هذا هو الملف الأهم بكل تأكيد. أشكرك جزيلا الشكر الدكتور عبد الله العاقب عضو لجنة التطبيع، وإن شاء الله يعني تسير الأمور كما يجب وكما ينبغي. الجمعية العمومية لجلسة النظام الأساسي لن تكون في قاعة الصداقة كما تم الإعلام مسبقا، حتكون في أرض المعارض ببري من أجل أن تكون هناك صالة كبيرة يعني تسع العدد الكبير الذي من المفترض أن يكون موجودا 3420 عضو من أجازة الجمعية العمومية. بكل تأكيد حتكون في رأس، حتجي وتغطية إعلامية كبيرة. ده خبر حار من الطوة يعني. أيوة الجمعية العمومية، وطلب فتوى من المحامي العام لتحديد يعني العدد أو تلتي الأعضاء حسب الفقرة الموجودة في النظام الأساسي. يمكن ده واحد من الملفات المهمة جدا خالد أبو شيبة، كيف يحكم الهلال، كيف يدار الهلال، يعني ده أعتقد أهم نقطة الآن يجب أن يكون تركيز الجمهور الهلالي على بشكل كبير. شوف عودة الإشراف ذاته، عودة الإشراف للمفوضية ده لي ذاته على أنه التكوين بتاع اللجنة دي تكوين ما قانوني يعني تكوين ما قانوني، هو ده إغرار يعني. أنا عرفت بعد ذاك شداد ذاته رئيس الاتحاد العام يتأكد أنه الجدلية الموجودة الآن يقدر منه يعني حسب القانون يعني، الناس ما بتتكلم ساهية حسب القانون يعني بحق اتحاد الكورة ولا حق المفوضية، على اعتبار أن هذه الأندية ما أندية كرة قدم فقط. المفوضية خلاص اتحزمت يعني وحتصرف على الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي. الجمعية العمومية يعني كل زول متخوف من انه العدد حسب القانون يعني الثلثي الاعضاء انه ما يكتمل يعني. نعم. المساله صعبه جدا جدا. صحيح. هي مساله صعبه جدا، فما في يوم ثاني زي الجمعيه العموميه الانتخابيه بتاعت مجلس اداره. صحيح. يوم ثاني والله بالنص زائد واحد ما في كلام زي ده. ايه لا 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 لا. ما نجحت المساله ما جت الثلثي الاعضاء. التجارب الاخيره خالد ابو شيبه انه الجمعيات العموميه نادرا ما يكون الحضور يعني ما في في اليوم الاول ما موجود. صحيح. ما في ما في ما حصلت يعني نحن حضرناها دي ما حصل ولا قليله ما حصلت يعني في اليوم الثاني في اليوم الثالث غالبا يعني باي عدديه. ف عبد الله العاقب الان وكثر خيره يعني وشغال الشغل بتاع المباصره اكثر من الشغل القانوني يعني. وانت كلام واحد نص قانون واضح يعني بتلتي الاعضاء خلاص ما في. نعم. كلام يعني ما في اجتهاد معاه ولا في. صحيح. ايوه. نعم. هم ساعي لانه يقوم يعني بطريقته غير النظر تلت الاعضاء والله اقل من كده والله ساعي للمساله. المساله صعبه جدا ودخلك ذاته في دائره دخلك في دائره بتاع الطعون وكده، وما اعتقد المفوضيه ذات نفسها ممكن توافق على المساله. طيب رايك شنو في الدعاوى لميثاق شرف بعدم الطعن في الجمعيه العموميه؟ والله يا اخي اشوف نسال الهلال الان كويس كلهم حارسين جدا جدا انه النظام الاساسي ده يجاز وبيدعوا يعني. انا شفتهم هسه يعني في الجروبات ولقيت عدد من الاهله وناس ما معروفين بهمهم الهلال وكده، فحارسين جدا انه النظام الاساسي يجاز. تبقى الاشكاليه في العضويه واللجنه اللي تكونت لها العضويه ما حاربت ابدا الظاهره بتاعت العضويه المستجلبه. اكبر دليل حاله الخوف الموجوده الان، اكبر دليل لو عضوية حقيقية ما عضوية جمعت على طريقة الاستجلاب وكده ما في خوف يعني. ممكن الأعضاء كلهم يحضروا زي ما بيحصل في الأندية الكبيرة نادي الأهلي القاهر وكده، لما تكون في جمعية زي دي الناس كلها بتحرص إنها بتجي يعني. ما بكون في العدد في غياب كان قليل تماما يعني. هي العدد هسه كبير قليل جدا. صحيح. جدا يعني 5200 صح ولا 5020 أقل 5 أقل ما تامي 5000 ذاته شوف 4000 وحاجه. اي فهو الناس الالام والله انا الناس قبل ما اجي هنا اتكلم مع ناس كثيره جدا جدا، فهم ما متفائلين ابدا بقصه انه النصاب ده يكتمل يحضروا. نعم. تلتي الاعضاء. ففي الحاله دي طبعا زي ما قلت لك الملف كله بيمشي للمفوضيه، المفوضيه هناك بعد ذاك بيتغرر هل تعمل لجنه تسيير يعني، هل هتعمل تدعو لانعقاد جمعيه عموميه ثانيه وكذا.
فهمت؟ فالمسألة صعبة. أنا والله أتمنى صادقا ومن كل قلبي كزول منتمي للنادي ده ويهمه استقراره وكذا، إنه تلتقي الأعضاء يحضروا. إنه المسألة دي ما صعبة يعني. يعني حتى الجهاز ذاته اللي قاعد تستجلب كويس يفترض تكون حريصة جدا جدا إنه العضوية بتاعتها تجي تحضر يوم 24 كويس، عشان الهلال يتفادى المسألة دي. المسألة دي الليلة الهلال لو النظام الأساسي ما أجيز وما توافق مع 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 الـ 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 النظام الأساسي بتاع الاتحاد العام اللي هو صح. بتاع الفيفا، المسألة دي يعني الهلال ده ممكن يضر كثير جدا جدا. يعني السنة الجاية ممكن ما يشارك في البطولات الغارية، ممكن ما يشارك في البطولة خارجية. فالمسألة دي مهمة جدا جدا، ويفترض الناس كلها تحرص إنها تجي. وحتى زي ما قلت لك الجهات اللي عندها عضوية مستجلبة يفترض يعني تكون حريصة على إن الأعضاء كلهم الأعضاء كلهم يحصل. أما مسألة التوافق وعدم التوافق دي براءة، بس المهم الناس تحصل يعني. طيب الدعاوى الآن للوفاق الهلالي، يعني دعوات كثيرة جدا برزت، يمكن كان دعوة برزل الأخ محمد عثمان الكوارتي وكتب إنه عام دارين 2022 يكون عام الهلال. الناس كلها تتصافى وتقف خلف الفريق، ووجدت ردود أفعال كبيرة جدا في السوشيال ميديا، وحتى شفنا التداعي الكبير من كبار الهلال للمؤتمر الأخير قام تنظيم فجر الغد. يعني أهمية هذا الأمر في هذه المرحلة الآن. الله يشكر. نعم. يشكر كوارتي، ولو إنه بعد ذاك اتنحى يعني، فاجأ الناس بمسألة غريبة جدا جدا وما مفهومة إلى الآن يعني. هو قال عدت للمدرجات، عدت لصفوف الجماهير، أنه ما قال ترك الهلال، هو ترك تنظيم لكن عاد للمدرجات كمشجع عادي يعني. شوف نحن ما صغار في الهلال. في ظروف زي دي درجة العادة إنه يصهروا هلالاب ويدعوا دائما للم الشمل والوفاق والكلام العاطفي الجميل لك يعني. صحيح. لكن في النهاية ما في محصلة. ده اللي أنا خايف منه. والله جميل جدا إنه الناس تدعوا كلهم، جميل جدا إنه الناس يعني تكون إيدة واحدة وقلبها على الهلال، جميل جدا انه ما يكون في خلاف، لانه خلاف ده هو الاقعد بالهلال يعني. صحيح. وضربه كثير. نعم. جدا جدا. نعم. يعني حتى في فتره اسهى فترات الهلال، الهلال لا ما هو سواد الاعظم والبنيان حقه كله فريق الكوره. صحيح. الفريق الكوره ده بيكون في قمه مستواه كويس، بتحصل المعارضه بتحصل. نعم. الكلتشات بتحصل، الاساليب المتويه وبتاع، كله شغل معارضه وهدام، وفي النهايه المضرر الهلال. فما في زول قلبه على الهلال ما بيتمنى التوافق، ما بيتمنى. صحيح. ما بيتمنى الوفاق، ما بيتمنى انه الاهلي كلهم يتعاونوا ويتحدوا يبقوا ايد واحده. اللجنه بتاعت التسيير الهسه دي كويس، رغم انه منتوجه يعني ما اختلف كثير يعني عن منتوج المجالس التسيير ولا المجالس المنتخبه اجاد قباله، بعد ده كله لقى التعاون الى الان. صحيح. الناس بيساند فيها وبتقيف معاه وكده. حتى هسه النظام الاساسي اللي بيتكلم فيه ده في بنود يعني مطرزه عديل على اساس انه يقوم الصوبات يجي. فهمت؟ يعني الغلو البندي بتاع انك انت تكتسب العضويه ويحق لك عشان يحق لك انك تترشح للانتخابات، ده لك فتره بتاع 3 سنة من اكتسابك للعضويه، عملوها 3 شهور. المساله واضحه ما فيها 2 3 يعني. فهمت؟ دايرين الصوبات يجي. انا ذاته يعني الهلال ده مع نادي كبير. هلال نادي كبير، وهلال ملي بالكفاءات يعني، وملي بالناس المقتدرين. انا اصلا هشام الصوبات ما كنا بنسمع به قبل ما الكاردينال يقدم استقالته ويعلن رسميا يعني انه خلاص ده حده يعني، ما سمعنا به. ظهر الصوبات ايش هسه ممكن يصهر لنا يعني 100 نفر زي الصوبات وافضل منه يعني. نشوفه نقدم طرحه يا خالد. أي في يعني هسه نزال بيتكلم عن الانتخابات، يلا مفتوحه للجميع. يلا نعم. يفترض الان. صحيح. يفترض الان في المشهد. نعم. تظهر اسماء، تظهر تنظيمات، ما في ظهر يعني تنظيمات. حتى التنظيم الوحيد الظاهر اللي هو تنظيم الفجر الغد، لا في تنظيم الغايد يتنحى في تنظيم، ما سمعت به. ابناء الهلال ظهر، ما كانوا معانا الحلقه الفاتت. ده الناس منو؟ مجموعه من الهلال اللي هم تنظيم اللي هم ناس منو، وفي تنظيم ثاني اسمه الالاب حيصهر في الفتره الجايه. طيب في تنظيم جاي ما خلاص ما ناخذ. نعم. ما هالمسائل ما كلام ساهي كويس. انا عادي ممكن هسه اطلع برا واكون لي تنظيم، اقول عملت لي تنظيم والهلال وكذا. لا المساله ما كذا. التنظيم اللي قلته هسه قاعد معاكم ده قيادة منه؟ كمية من الهلال يعني مثلا منه؟ النجر ود البلال ساعة اللي واحد عبد الله الوراهم منه الوراهم. نعم. منه؟ هم هلالاب مع بعض عندهم بروش النازل مثلا، خلينا نتكلم بوضوح صراحة عندهم بروش يعني. عندهم أفكار. من حق أي هلالاب يكونوا تنظيم ويدخلوا في العملية الانتخابية؟
ما في نهايه النادي حقهم، النادي حق الناس اللي عندها قروش. بس النادي الان بالضروره كويس التنظيم يكون فاعل وتنظيم فيه وهي الالعاب، لكن البيزك في المساله دي كلها المقدره الماليه. خلاص عشان كده جبت شعر الصوابات رئيس للتطبيع عشان عنده البيزك اللي انت ذكرته. اي لكن ما خلاص يعني المساله تبقى على الصوبات. الصوبات هسه خلينا نقيم ده وتجربته. ما خلاص منتوج شنو ذاته، منتوج اللي جابه شنو في النهايه، الصندوق بتاع الانتخابات يا خالد ابو شيبه. وانت عندك رغبه انك انت تتقدم الصفوف، ما الناس حتيجي تسكك، انت حتيجي بنفسك وحتكون موجود بكل تاكيد. لكن خلينا الان يعني دعوة الوفاق الهلالي والاستقرار وكل هذه التفاصيل، وانه ما يكون في صراعات، الناس بتحكي عن الاستقرار. يا ريت. وبتشوف انه الصراعات في الفتره الفاتت اضرت بالهلال وقعدته وعملت بلاوي كثيره جدا. نعم. كويس. وما افت الهلال الا الصراعات. ما افت الهلال الا الصراعات. الصراعات دي يعني الهلال دفع ثمنها والجمهور دفع ثمنها كويس. الهلال ده كل سنه بتحس بانه بيتغزم يعني. يعني ما عندنا احتراض، ما عندنا احتراض على الاطلاق انه الناس بل بالعكس بندعو للمساله دي. والله بندعو ليها وبنشتغل ليها وبنتمنى وبنضرب تلفوناتنا يا جماعه عينوا الهلال، يا جماعه الهلال ده هو اللي اداكم الاسم، الهلال ده لحم اكتافه من خيركم، لولا الهلال ما كنتوا انتم، ما كان في زول عرف بيكم. صحيح. اعملوا مع بعض كويس، سيبوا حاجاتكم دي، حتى لو عندك انت راي في شخصيه محدده وفي لجنه مسؤوله كده، الراي ده خليه يتعامل بايجابيه ما بسلبيه لدرجه انك تقوم تهدم المساله دي تضر الهلال. صح. فما عندنا، لكن زي ما قلت لك ارجع ثاني واقول درجه العاده انه المساله دي بتكون اي نداءات بس. نعم. نداءات بس. والله حتى في بعض الاحيان الناس اللي بينادوا بالوفاق وكده بكون هم الخطر الحقيقي، هم اللي بيشتغلوا الشغل بتاع الضرر واضح للهلال. خلينا نكون منطقيين ان شاء الله تكون هذه الدعوات ان شاء الله دعوات خير بكل تاكيد. اللهم طيب. اخر محور معانا، فريق كرة القدم يعود بتعادل بهدفين لهدفين من إثيوبيا، كيف تنظر لهذه النتيجة؟ طيب النتيجة بحسابات إنها خارج الأرض تعتبر إيجابية. صحيح. ما في ذلك شيء، لكن تعالنا حسبها بحسابات المنطق، بحسابات التاريخ، بحسابات المردود الفني ذاته في المباراة، يعني ما إيجابية على الإطلاق. الهلال ده نادي كبير، وفريق باسيل ده يعني باسيل ده اول فريق اول مره يشارك، يعني احنا ما سمعنا به. فهمت؟ انت مشيت جديده في كره القدم، انت مشيت وتقدمت عليه بهدفين حتى الاجزاء الاخيره من زمن المباراه، فمنقصه والله في حق نادي كبير زي الهلال انه تعرض في اجزاء الاخيره من زمن المباراه لهدفين. فهمت؟ فالمساله انا بالنسبه لي يعني لسه الهلال ما لم يتحلل بعض يعني. طيب حاجيك اكثر، حاجيك اكثر للمباراه. بكل تأكيد حاجيك أكثر للمباراة، ولكن يعني اليوم حاليا انتخابات اللجنة الأولمبية السودانية، وصراع قوي جدا ما بين الأجنحة المتصارعة والشخصيات المتصارعة. كاميرا قناة الهلال كانت هناك، وأكيد حنكون متابعين بشكل كبير جدا لنتائج 5 ضباط اللي هم في منصب الرئيس عبد الرحمن السلاوي وأحمد أبو القاسم، وفي منصب النائب الرئيس الأول خالد حمد وخالد طلعت فريد، وبالنسبه للنائب الثاني طارق ضياء فايز بالتزكيه. في السكرتاريه في مهندس حسام هاشم، في بروفيسور محمود السير، وفي امانه المال في عماد فاروق واسامه محمد عثمان، وفازت بمقعد المراه زينب طلحه ممثله الاتحاد الفوزيه بالتزكيه. في العضويه بترشحوا زي 12 عضو، هيتم اختيار منه اختيار 7 منهم للمكتب التنفيذي، 7 من 12. حاليا تم تصويت للرئيس ونائب نواب الرئيس وللسكرتاريه ومجلس المال، وحاليا في العضويه الترشيحات مستمره، هيتم الفلس بعد قليل، بعدها نوافقكم بالتفاصيل الثانيه. طيب متوقع تنتهي عمليه الفرز بعد كم ساعه كده يا رفيده؟ احتمال يعني ساعة أو ساعة إلى ربع بالكثير يعني. نعم. طيب بخصوص الأزمة والقرار الصدر بمنع السيد دونالد روكار اليوغندي من أيوة حضور الجمعية العمومية، حصل شنو في الموضوع؟ فعلا الوزير طلع قرار بالمساء أمس إنه ما يخش مندوب الاتحاد، مندوب اللجنة الأولمبية الدولية المراقب لإجراءات الجمعية العمومية، وفعلا هو جاء حضر ودخل في إجراءات أمنية مشددة برا يعني في جمع صالة السلام في شرطة يعني هو جاء وحضر
مشاهد على كل ما جرى في جميع الامنيه الانتخابيه. فكان ما في يعني ما في زول سال ما في ثاني، لكن كان تخيل لي استفسار من حامد انه جاب كيف تقريبا دخوله وليه يشارك، يعني كان في استفسار من الوزاره كده لانه قالت ما عندها، لكن في النهايه هو جاء ومندوب وبصفه رسميه انه يشرف على الجمعيه العموميه بتاعت اللجنه العموميه السودانيه وحاضر وشاهد على كل ما جرى في الجمعيه العموميه. نعم، طيب كان في خلافات كده ومشاكل في البدايه، الان الاجواء استقرت، الناس هدت خلاص؟ حاليا الاجواء استقرت، فاضطرت الشرطه لاخراج بعض الاعضاء من لجان التسيير بعد ان استمر ذلك غرابه الساعتين، يعني عشان يطلعوا الناس الجايين دخلوا الوزير وعشان يزعلوا الناس اللي حق لهم المشاركه، لكن في النهايه استقر الوضع وتواصلت اجراءات الجمعيه العموميه. ايوه كان في طعن قدم من محمد رياضين ممثل اتحاد السله بانه الطعن قدمه في مشاركه الاتحادات غير موفقه وضاعف، انه كيف يحق لها قدم طعن في الحاجه دي ورجعوا التصويت للجمعيه العموميه انه اذا كان في احتراف في مشاركتها وعدم مشاركتها والرجوع للتاكيد انها هي موفقه اوضاع ولا مو موفقه الاوضاع. فبعد الاتصال اصبح انها موفقه اوضاع دوليا بحق لها ان تشارك في اجراءات الجمعيه العموميه وتم اعتمادها في الجمعيه العموميه في العقد الحالي. طيب من خلال وجودك في اعمال الجمعيه العموميه رفيده، يعني هل الكفه تميل لمرشح دون الاخر ولا لسه الامور مبهمه والمنافسه قد تكون قويه جدا في هذا التصويت؟ على حسب متابعتي انه ما في حاجه ظاهره، يعني كل الناس دي معروفين لدى الوسط الرياضي وسبق وانا داروا اللجنه الاولمبيه السودانيه وشون من قضى دورتين ثم قضى دوره واحده، فالناس دي كلها معروفه للجميع. وهسي حاليا التصويت حيكون بعد شويه وحيكون الاصوات، لكن في يمكن يكون في مجموعه على اخرى بحجه انه الاعضاء العضويه هي الاعضاء مرشحين سبعه، فالعمليه الانتخابيه صعبه شديد، فاديني صوتك اديك صوت، ما معروف بيحصل شنو غايته بعد الفرد حيكون تتضح الرؤيه بعد الفرد تتضح الرؤيه. اكيد رفيده اشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا الزميلة العزيزة رفيدة محمد أحمد الصحفية المعروفة، وهذه المتابعات أولا بأول لأعمال الجمعية العمومية الانتخابية للجنة الأولمبية السودانية في ظل هذا التنافس المحموم ما بين أسماء بكل تأكيد مكررة واشتغلت قبال كده، ولكن ده هو حال الرياضة في السودان بكل تأكيد. هنتابع أكيد في برامجنا المختلفة ونتيجة الجمعية العمومية هتكون حاضرة في نشراتنا الرياضية بكل تأكيد. خالد أرجع لك مرة ثانية للهلال، نرجع مرة ثانية للمباراة، يعني الناس بتتكلم إنه نتيجة إيجابية ولكن ألمس في حديثك عن هذه النتيجة بعض من أنواع التخوف، أسباب هذا التخوف شنو؟ والله أنا زي ما قلت لك في البداية هي بحساباتي إنه خارج الأرض تعتبر نتيجة إيجابية، لكن بالحسابات الثانية ما أعتقد إنها نتيجة إيجابية. نعم هذا الفريق عشان الهلال لا الفريق حديث عهد فشل في انه زائد انه الفريق ده حديث عهد بالمشاركات الافريقيه، الهلال بمخزونه كبير يعني من التجارب عدد لعيبته وكذا، فالنتيجه انا بالنسبه لي يعني مخيفه بحسابات انه الهلال يعني ممكن يتجاوز المرحله دي بحسابات بعدين، يعني بعد تجاوز المرحله دي إذا كان أنت من فريق حديث عهدي بالمشاركات يعني شباكك بتنال هدفين في أجزاء أخيرة من زمن المباراة، فكيف لما تواجه عندي المبرر يعني المدرب برر هذا الموضوع بالإرهاق للعبة المنتخب الوطني بالأمطار بارتفاع الثيوب عن سطح البحر، التأخر جه في الدقائق الأخيرة كانت اللياقة البدنية فمشاكل كبيرة بالنسبة لنا. طيب ما عندك أنت ما غيرت خمسة تغييرات صح؟ تغيرت يعني ممكن تتفادى الحته بتاعت الارهاق دي، تتفادى الحته بتاعت الارهاق اثناء يعني معسكرات المنتخب الوطني ومشاركه المنتخب، عندك لعيبه قاعد تشرب عليهم، اول لعيبه دي كلهم ما فيهم لعيبه يقدروا يشاركوا لك في مباراه زي دي، المدرب ده الان ما عنده اي مبرر باعتبار انه خلال السنوات الاخيره اكثر مدرب لقى حظه ما الناس ما دخلت في شغله على الاطلاق، يعني ادته كامل صلاحياته ووفرت له كل ما هو مطلوب يعني كويس، الان بصمته يفترض تكون ظاهره بوضوح، يعني اي نتيجه سلبيه لا قدر الله في الغادم حيتحمل تبعاتها ومسؤوليتها المدرب، باعتبار انه الناس ما قصرت معه على الاطلاق يعني، وادته الفتره الزمنيه الكافيه
فقصته انه يدخلوا هدفين في اجزاء اخيره من زمن المباراه ده باكد لك انه الهلال فيه مشكله ومشكله كبيره جدا جدا. ذات المشكله القديمه اللي ما قدر يتحلل منها يعني مشكله النهايات تقريبا يكون تمام ومغاطي للنهايه وكده في الاجزاء الاخيره بيفقد نتيجه الكوره. اذا كان الضعف بتاع اللياقه انت المدرب مسؤول منه، ضعف بتاع خططي بتاع تكتيك انت المسؤول منه. يعني نحن ما 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 ما, ما بنبرر اللاعبين لكن المسؤوليه اساسا بتقع على الجهاز الفني. قعدت فتره طويله جدا ما قاعد تعايل مشكله زي دي، قاعد تعمل شنو؟ فهمت؟ الان دي اللحظه بتاعت جرد الحساب الحقيقي. فانا متخوف والله رغم التالق الكبير للهلال في الدوري الممتاز، الفريق المتصدر على بعد نقطتين فقط من التتويج، اقوى هجوم، افضل دفاع، هداف الدوري من الهلال، كل التفاصيل الجميله ظهرت في الهلال في الفتره الاخيره في الدوري الممتاز. الدوري الممتاز براه والمشاركات الافريقيه براها، يعني الدوري الممتاز انت تفوز به وعشان تشارك في المنافسات الافريقيه. الهلال ده من اوائل الانديه افريقيا شاركت، الى الان الهلال ما متوج ببطوله. زمان الناس اتكلمت يعني حتى في الفتره بتاعت المجلس الفاتي انه ما كان في استقرار فني، غاله متواصله للمدربين. ما 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 عادت في مشكله في الجانب ده. مدرب جهاز فني اخذ فتره زمنيه كامله توفرت له كافه الصلاحيات، ما في شخص يتدخل في تخصصاته، كل ما هو مطلوب وطلبه يتوفر له. اذا هو المسؤول، ودي دي 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 القماشه اللي عندنا يعني افضل منها ما في في في, في البلد. انت فالمسؤوليه تقع على عاتق المدرب. بمناسبه القماشه داخلين على تسجيلات في شهر 10. يعني والبعض يتحدث عن انه الهلال من ناحيه اللاعبين الوطنيين ما محتاج اضافات، انه الاضافات يجب ان تكون موجوده بخصوص اللاعبين المحترفين، وتم ايكال هذا الامر تماما للمدرب ريكاردو فورموسينيو على اعتبار انه يكون هناك في شهر اكتوبر عدد من اللاعبين المحترفين القادرين على المشاركه بعد ذلك مع الفريق في دور المجموعات، لن يتسنى الفريق تسجيل اي لاعب يشارك في الدور التمهيدي والدور الأول. يعني هذا الملف تحديدا خاصة بعد إخفاق لأن التطبيع الكبير في ملف المحترفين في 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 الفترة الأولى وفي التسجيلات السابقة. يعني إلى أي مدى يجب أن يكون هناك تركيز كبير الآن على جلب اللاعب المحترف القادر بالفعل على قيادة الهلال إفريقيا؟ الله يشوف لما لجنة التطبيع جات من البداية والاسم الكبير للصعوبات والدعم وكده، الناس استشرت خير يعني انه الهلال خلاص مزغ الفاتوره بتاعت العوز. نعم. والحاجه دي ضوابط التسجيلات اللي اصدرها طبعا الاتحاد السوداني لكره القدم على اعتبار التسجيلات حتكون في يعني اكتوبر، خاصه طبعا ايضا باللاعبين الشباب مواليد 2003 فما فوق والناشئين مواليد 2006 فما فوق، خاصه مع استمراريه القرار لحد ما نشوف طبعا بعد الانتخابات اتحاد الكوره حنعرف لو جت حاجه جديده كده حيلغي القرار بتاع مشاركه اللاعبين السنيه بالنسبه للهلال. فانا ما متفائل حقيقه في الملف بتاع المحترفين ده، انا المساله دايره مقدره ماليه، دايره زور مقدره الماليه موجوده ما موجوده عندك رئيس بأماره شنو بأماره انه لجنه قرابه السنه الى الان ما قادر تحل مشكله الاضاءه، ومنتظرين تركي آل الشيخ. لو تركي آل الشيخ ده ينسحب يعني ده قال منه انسحب، لو انسحب هتربع ايديك يعني ما دي ما حصلت، ما حصلت. نعم. قبل كده ما حصلت والاضاءات حلت حلت وين والكوره الجايه مع الهلال حلت وين؟ دي معالجات انيه، دي معالجات الهلال الجايه مسا، دي معالجات انيه. ما خلاص كره الهلال الجايه مسا، مش هو الناس زار الهلال يلعب مسا خلاص هيلعب خلاص. انا بتجيك اللجنه المسؤوله وبتراجع الملف ده بتقول لك انه فيه خلل. ليه غالبك يعني خلل وين؟ والمنتخب لعب تصفيات كاس العالم، الإضاءة ما كافية. نعم. الإضاءة الموجودة دي ما كافية. وأسا مين السير أحمد عمر بيتكلم عن إنه الأمين العام الإضاءة شحنوه وماشي في الشارع، أنا ما أعرف ماشي بشنو يعني الإضاءة دي عشان تصلنا هنا. الكلام ده له غرابة الشهرين. ففكرك يعني لجنة بتفشل في إنها توفر إضاءة، ودي من الحاجات الأساسية خالد. ما الإضاءة توفرت الآن ولعب المنتخب والجمهور حيدخل طالبه 25,000 متفرج حيكونوا موجودين في مباراة الرد. الإضاءة بكل المشاكل اللي الناس كانت بتتكلم عنها في البطولة اللي فاتت الآن اتحلت. لا ما يتحلت، حتلعب مسا وحتلعب بجمهور. ما يتحلت دي معالجات. أنا متأكد تماما يعني اللجان بتاعت سواء كان الفيفا ولا الكاف لو جات تاني وراجعت حتلقى الخلل اللي هو موجود يعني. نعم. طيب فايز وجلال ادونا المباريات المؤجله بالنسبه للهلال. دي المباريات المؤجله، الهلال لسه عنده في الدوري يا جماعه كوره مع الامل عطبره، وكوره مباراه الهلال كادوغلي برضه، دي كلها مباريات مؤجله.
تم تحديد مواعيده يوم 22 بالهلال والأمل، ويوم 24 الهلال والهلال كادوغلي، ويوم 28 الهلال والمريخ، مباراة الأخيرة الهلال الأبيض الدوري الممتاز. الهلال الأبيض لعب مع المريخ، والمريخ عنده مباراتين، واحدة مع الهلال الأبيض يوم 22، واحدة يوم 24 مع المريخ الفاشر، ويتبقى لفريقي القمة فقط مباراة القمة وفاينل كاس السودان. لو نجح المريخ اليوم في تخطي أركويت، ولو فجر أركويت المفاجأة هو اللي غالبا حيلاقي الهلال. طبعا خلاص الخرطوم انسحب، فبالتالي نقدر نقول مبروك وصل المباراة النهائية، وانتظر فقط الفائز من أركويت والمريخ مساء اليوم إن شاء الله. أنا بس في نقطة حابة أعلق عليها، يعني المفروض كان يكون معنا يعني الأستاذ محمد حلفة عضو الاتحاد السودان لكرة القدم ومقرر اللجنة القانونية، وكان حضوره برضه أستاذ حسين أبو قبة عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم ولجنة المسابقات، عشان نتكلم عن ختام الموسم وكل هذه التفاصيل. وما كانوا حضورهم، لكن كعادة المسؤولين في الاتحاد السودان لكرة القدم في عدم احترام المواعيد. نعم، عدم احترام المواعيد، ما عارف أقول شنو يعني بالضبط. يعني أنت توصل لمرحلة عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم ولسه بتخاف من الإعلام، دي مشكلة كبيرة صراحة. من البداية ما توافق، مشغول، عندي اجتماع، أوكي عادي من حقك، لكن تأكد حضورك وجاي أوكي، وما تجي. أنا أعتقد دي يعني مسألة لا تليق أبدا بزول في هذا المنصب الكبير، وبتفسر لنا التخبطات الكبيرة الموجودة في اتحاد الكورة تفسير كامل وشامل. إن شاء الله يكون المانع بس خير، يعني ما نتمنى أن يكون في حاجة سيئة هي المنعت حضوركم، ولكن بكل تأكيد أعتقد أن حضوركم كامل مصلحتكم، عشان تقدروا أنكم أنتوا توضحوا للجمهور الرياضي في كل مكان كل هذه التفاصيل الخاصة ببعض الأسئلة المفترض تجاوبوا عليها أنتوا، وما يجاوب عليها أي آخر طرف آخر، عشان ما تفتحوا باب للاجتهادات وباب للتاويلات. ولا شنو أستاذ خالد؟ والله كلام طيب يا أخي، والمسألة دي ذاتها بتغلل من قيمتهم كمسؤولين. صحيح. يعني وزي ما قلت من البداية أنت خايف، عندك هي اعتذر. صحيح. اعتذر، لكن تتفق وتقول اوكي وبتاع، الناس انتظرك شلهتهم بصوره زي دي، المساله دي ما مقبوله، ما مقبوله على الاطلاق. ما بتحصل الا عندنا هنا في السودان، يعني ما بتحصل الا عندنا هنا. شفت انت في مصر، شفت المسؤول كيف بيجي وبيتقبل الاسئله السهلة. ما في كلام، بكل رحابه، ما في كلام، وهم بيحبوا المساله دي وعندهم الشجاعه، ومرات هو اللي بيطلب انه لا انا دارج واتكلم وانا دارج، هم اللي بيطلبوا حقيقه. ايوه هم اللي بيطلبوا حقيقه. نعم. ايوه هم عندهم حاجات كثيره دي يقولوها، لكن كده خلينا من المسائل. على العموم قبل ما نختم، احنا بنناشد، انا من هنا من المنبر ده بناشد كل اعضاء نادي الهلال المسجلين انه يحرصوا على حضور الجمعيه العموميه يوم 24 قال بأرض المعارض ببري، مش كده؟ نعم. المساله دي والله مهمه جدا جدا. انا اتمنى يعني حتى الـ 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 الافراد اللي عندهم عضويه مستجلبه انه يحرصوا عضويتهم دي كلها يجيبوها هناك، عشان ننتهي من الملف بتاع إجازة النظام الأساسي. صحيح. لأنه عدم إجازة النظام لا هدخل الهلال في تعقيدات كثيرة جدا. أكيد. جدا، وبتضرر منه النادي فعلا. فمن فعلا. هنا الناشد كل أعضاء الهلال وصغتنا فيهم كبيرة وعشمنا فيهم كبيرة إنه يحضروا عشان الملف ده ينتهي. صحيح. أيه. ونفكر في الحاجة بعد كده. نعم. خالد أبو شيبة، والله أشكرك جزيل الشكر مرة تانية، الحمد لله على السلامة. أنا شاكر والله مغدر، ونتمنى إنه نكون قدمنا المفيد يعني، ونتمنى الوضع يتحسن يعني. مشينا وجينا فترة بتاع شهر وشفنا الأوضاع يعني كل شيء متراجع لورا يعني، والحال من بعض يعني. صحيح. سياسة رياضة وكده، وفي النهاية المواطن هو اللي بيعاني. نعم. ربنا يصلح الحال. ربنا يصلح الحال. آمين الحال يا يعني. رب العالمين. دي كانت حلقتنا من سبورت سكرين لهذا اليوم، إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. مع السلامة.